إذن هكذا هو التواصل، هكذا هو أيضا التحدي يتواصل مع هذه الأسماء ومع هذه الشعارات. وشوطنا العاشر والأخير هنا مشاهد الأعزاء ينطلق بهذه الأبكار المهجنات الأصايل، ينطلق هذا الشوط هنا. المقدمة الأولى شعار ناصر بن حمود بن حمد العفاري يقدم لنا دلال على الصدارة الأولى والمركز الأول، بينما هناك شعار بالرملي يقدم المتحد سهيل بالرملي بن محمد العامري يتواصل هنا على ثاني الأسماء، بينما ثالث الأسماء هناك هلا للدحبة بن محمد بن سالم بصقوح العامري يقدم لنا هلا في هذا المسار وفي هذا التحدي، بينما هناك القدوم والوصول من الاتحادية ومحمد بن علي بحليس العفاري ياتي هنا مقدما لنا الاتحادية على رابع الأسماء، بينما المركز الخامس أرى وصول وقدوم في هذه اللحظات من انذار لمبارك بن سهيل بن حمد أيضا بن يطبع العامري، بينما هنا القدوم من شعار بن هيا ياتي في هذه اللحظات على سادس الأسماء من خلال هذا المسار والتحدي، وسهيل بسالم بن هيا العامري، بينما هنا القدوم والوصول في هذه اللحظات والتواصل مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام ياتي في هذه اللحظات. أيضا هناك أيضا بطي بن عبيد الوهيبي ياتي في هذه اللحظات يتواصل في هذه اللحظات ويتقدم، أو هناك نعم بالفعل شعار محمد بن حمد بن حميد الدرعي هنا من يقدم مرضية، من يقدم مرضية الذي قدم في الشوط الماضي. هناك مشاهد الأعزاء همايل، هنا شعار همايل باحثا عن نقطة ثانية، باحثا عن نقطة ثانية يقدم مرضية في هذا المسار لترضي طموحاته وتلبي رغباته في هذا المسار والتحدي وهذه المنافسة الرائعة والجميلة على سابع الأسماء. ثامن الأسماء هناك الدخول والتواصل مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام من الشايبة، وعبيد بن محمد بن سالم آل عفاري قادم في هذه اللحظات متواصل هنا من خلال تحديات شعاره واندفاعتي هذا الاسم على ثامن الأسماء، تاسع الأسماء وعاشر الأسماء نتأخر ونرى القادمون في هذه اللحظات والمتواصلون في هذا المسار. هنا أيضا تاسع الأسماء ياتي شعار خليفة بن حميد بن محمد المشيخي يقدم هملولة، يقدم هملولة على تاسع الأسماء، بينما المركز العاشر هناك القدوم من سيوف لمحمد بن قشاط بن سعيد بن مفتاح الشامسي. هذه نتيجتنا متابعينا الكرام لهذه الأسماء ولهذه الشعارات. عودة للصدارة، عودة للمركز الأول. إذن عودتنا متابعينا الكرام إلى الصدارة الأولى والمركز الأول، هنا الاتحادية تتواصل بهذا الأداء الرائع والأداء الجميل، ومحمد بن علي بحليس العفاري يتواصل مع الاتحادية هنا على الصدارة الأولى، بينما ثاني الأسماء انذار لمبارك بن سهيل بن حمد بن أطبع العامري يتواصل
في هذه اللحظات على ثاني الأسماء. بينما ثالث الأسماء هناك مثيرة لسهيل بسالم بن هيا العامري يتواصل في هذه اللحظات ويأتي على ثالث الأسماء. بينما رابع الأسماء مرضية محمد بن حمد بن حميد الدرعي هنا يتواصل في هذه اللحظات على رابع الأسماء. خامس الأسماء هناك أيضا دلال ياتي شعار بن حمودة يقدم لنا دلال أيضا في هذا المسار على خامس الأسماء ناصر بن حمودة بن حمد العفاري. بينما هنا الدخول والوصول في هذه اللحظات أيضا من الشايبة عبيد بن محمد بن سالم العفاري هنا يتواصل من خلال هذا المسار. بينما هنا أيضا الوصول من شعار بصقوح ياتي مقدما لنا هلا يقدم لنا هلا الدحبة بن محمد بن سالم بصقوح العامري يقدم هلا في هذا المسار. يبي لها متابعة هلا يبي لها مراقبة هنا مشاهدين الأعزاء من خلال تحدياتها وانطلاقتها في هذا المسار وفي هذا التحدي على سابع الأسماء. ناخذ المركز الثامن أرى وصول من شعار المشيخي هنا قادما في هذه اللحظات مع هملولة خليفة بن حميد بن محمد المشيخي هنا قادم في هذه اللحظة. بينما هناك الوصول القدوم في هذه اللحظات والتواصل أيضا من راهي عبيد أو عبد الله بن رملي بن محمد العامري. وهنا عاشر الأسماء الذي نختم معه النداء هنا سيطرة أمسلم بسهيل بدليلة العامري. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام لهذه الأسماء عودة للصدارة عودة إلى المركز الأول. مشاهدي الكرام إذن عودة مشاهدي الكرام ومتابعين الأعزاء في هذا المسار وفي هذا الشوط لهذه الأسماء المنطلقة. وهناك دلال 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 تأتي بهذا الانطلاق وهذا الاندفاع. يأتي في هذه اللحظات ناصر بن حمودة بن حمد العفاري يتواصل بهذا الأداء. بينما مرضية قا هنا تتسلل وتتقدم في هذه اللحظات محمد بن حمد بن حميد الدرعي هنا يتواصل بهذا الانطلاق. هنا بن هيا قادم على ثالث الأسماء. بن حليس قادم مع الاتحادية على رابع الأسماء محمد بن علي بن حليس العفاري. ولكن هناك مرضية ما شاء الله تبارك الرحمن هنا أيضا مرضية 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 تأتي على خطى همايل تأتي على خطى همايل هنا مشاهد الأعزاء بهذا الأداء الرائع وبهذا الأداء الهايل. هنا يتواصل بهذا الانطلاق مع مرضية محمد بن حمد بن حميد الدرعي هنا يتواصل بهذا الأداء الرائع والجميل. سلام مرضية سلام تهانينا لمحمد بن حميد الدرعي. والنقطة الثانية النقطة الثانية لهذا الشعار تهانينا وناموس. المركز الثاني كان الدخول لمشاهدي الأعزاء ومتابعين الكرام. هنا أيضا الاتحادي محمد بن علي بن حليس العفاري ثالث الأسماء. كان شعار بن حمود مع دلال رابع الأسماء. شعار بن هيا أتى مع المركز الرابع مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام. مسلم بسهيل بن هيا العامري مقدما سيطرة على رابع الأسماء. خامس الأسماء كانت أيضا هناك مشاهدي الأعزاء هلا للدحبة بن محمد بن سالم بصقوح العامري. إذا مشاهدي الأعزاء تهانينا وناموس لما قدم لنا مرضي محمد بن حمد بن حميد الدرعي. والتوقيت الزمني كان مشاهدي الأعزاء التوقيت كان هناك أيضا 9 دقائق 25 ثانية 94 جزء من الثاني. تهانينا وناموس.